أهلا بكم من جديد. فرقة موسيقية يمسكون بطاقات يا نصيب في لعبة كرة القدم ومعهم جائزتين بعد سحب البطاقة الأولى وتحديد الفائز واستثناء البطاقة من الجوائز. البطاقة الثانية سحبت لتحديد الفائز بالجائزة الثانية. هل الحدثين مستقلين؟ اشرح ذلك. حسنا، قبل أن نفكر بشأن هذه الحالة لنفكر أولا بمعنى الحوادث المستقلة. إنها تعني أن نتيجة الحدث لا تؤثر على نتيجة الحدث الآخر. الآن في هذه الحالة الحدث الأول بعد أن سحبت البطاقة الأولى وتم تحديد الفائز، البطاقة مستثنية من الجوائز، ثم تم سحب البطاقة الثانية لتحديد الفائز بالجائزة الثانية. الآن الفائز بالجائزة الثانية، النتائج الممكنة للجائزة الثانية تعتمد على الذي فاز بالجائزة الأولى. يمكنكم التخيل إذا كان لدينا ثلاث بطاقات، لنقل لدينا البطاقات A, B و C. في الجائزة الأولى تم سحب البطاقة A، إذن في الجائزة الأولى تم سحب البطاقة A، هذا بالنسبة للبطاقة الأولى. الآن عندما نفكر من المحتمل أن يسحب الجائزة الثانية فإنها ستكون فقط إما B أو C. الآن الجائزة الأولى ممكن أن تكون شيء آخر، ممكن أن تكون A, B أو C. الجائزة الأولى ممكن أن تكون البطاقة B، ثم إن الاحتمالات الممكنة للجائزة الثانية ستكون A أو C. إذن الاحتمالات الممكنة للحدث الثاني أو الجائزة الثانية تعتمد بشكل كامل على البطاقة التي يتم سحبها للجائزة الأولى. إذن هذه حوادث غير مستقلة. الحدث الثاني الاحتمالات له تعتمد على الذي يحصل في الحدث الأول، لذا فإنهما ليسا مستقلين، not independent. الطريقة التي يمكن أن تجعلهما مستقلين هي بعد سحب البطاقة الأولى، نقوم بكتابة الاسم أو أي شيء ثم نعيد البطاقة مرة أخرى بدلا من إزالتها من الجوائز. فإذا أعدنا البطاقة مرة أخرى فإن الجائزة الثانية سوف يكون لديها احتمال كل البطاقات ولا تعتمد على البطاقة التي تم سحبها في الجائزة الأولى، لأن اسمها يتم تسجيله فقط ومن ثم إعادتها، وهنا ستكون مستقلة. إذن إذا قمنا بإرجاع البطاقة ستكون مستقلة، لكن إذا كان لا يتم إرجاعها ويتم استثناؤها من الجوائز فهي ليست حوادث مستقلة. إلى اللقاء.